التنظيم ديال القافلة جاء بناء على طلبات ديال الساكنة في هذه المنطقة هذه، لأنه احنا موالفين تنظموا هذه القافلة الطبية كل سنة، إما تتكون في المركز ديال الجامعة ولا تنختار واحد المنطقة من المناطق ديال الجامعة، بحال هنا حنا اليوم هنا في المنطقة ديال يد زياد ديال مسيوع. قلت لك الطلبات ديال السكان هي اللي تتلزم علينا باش نديروا بحال القوافل الطبيه نظموها محليا، لانه تنجيبوا هذيك الخدمات الطبيه تنقربوها للساكنه، بدل مثلا السكان يمشيو يقلبوا على الخدمات في اما في المركز الصحي ديال الجامعه ولا في تويري ولا في مراكش، تنجيبوا لهم الخدمات حتى الى عين المكان. ارتأينا باش نتموا هذه المسيره هذه التضامنيه في اطار انشطتنا التطوعيه نظرا لضعف الموارد الطبيه في هذه المنطقه هذه او في هذا الاقليم، لذلك نضمنا هذه القافله هذه متعدده الاختصاصات في طب النساء، السكري، ضغط الدم، طب الاطفال وطب عام وصيدليه بالمجان، وكذلك خدمات ديال القافله بالمجان، اطباء متطوعين 16 طاقم طبي فيه شي 16 شخص، 16 طبيب ما بين اطباء وممرضين، وكذلك متطوعين ديال الجمعيه ديالتنا ومتطوعين ديال الجمعيه ديال اللي مستضفيانا هنايا. عدد المستفيدين في الاجمال هو 600 مستفيد ومستفيده، منهم اطفال منهم نساء. الكرهات اللي تنعانيون منها حنا من الناحيه الصحيه هو قله الموارد البشريه. تصوروا معايا مثلا حنا عندنا 22000 نسمه بجامعه تيدي المسفيوة وعندنا طبيبه واحده، معنا هاد 22000 نسمه لطبيبه واحده راه هادشي راه لا يقبل غير مقبول في هاد العصر هذا. عندنا المشكل ديال الموارد البشريه، وعندنا كذلك جوج المستوصفات، جوج المستوصفات، واحد باقي الدروك مسدود ما كاينش اللي يخدم فيه، واحد اخر سميتو التخريبين هو خدام فيه فرملي واحد. كذلك بالنسبه للمركز الصحي فيه طبيبه واحده وممرضه واحده، معنا باقي عندنا الخصص بزاف في الموارد البشريه. اما بالنسبه للطموح ديالنا من هذه الحملات الطبيه تتخفف علينا المشاكل ديال الخدمات الطبيه في جامعه تيدي المسيفه وفي المناطق ديالها. وبالمناسبه تنشكر الجمعيه اللي هي قامت بهذه المبادره اللي هي جمعيه المسيره للتنميه والتضامن، وكذلك جمعيه اصدقاء تورد اللي هي جمعيه محليه اللي هي ديال هذه المنطقه اللي حنا فيها، وكذلك جامعه تيدي المسفيوه ومندوبيه وزاره الصحه باقليم الحوز. كل هاد الناس تنقدم لهم تشكراتي لانهم بذلوا واحد المجهود كبير باش هاد القافله هذه باش يوفروا لنا هاد الخدمات الصحيه لهاد الساكنه، والحمد لله الى حد الساعه تتبان لنا هاد العمليه ناجحه 100%. بهذه المناسبه نيابه عن جميع جمعيه الاصدقاء تورد نود ان نشكر جميع شركائنا في هذه المبادره الطيبه وهذا العمل النبيل، منهم جمعيه المسيره الخضراء للتضامن وجمعت مجلس جامعه تيدي المسفيوة، منهم السيد الرئيس والمجلس بكامل اعضائه. وكنبغي نشكر السيد الحاج احمد مصدراف اللي هو الداعم الرسمي الاول للجمعيه وللساكنه ماديا ومعنويا. بهذه المناسبه كنبغي نوجه له التحيه والشكر وجميع المشاركه في هذا العمل النبيل. شكرا.